سلام عليكم دكتور كلام مستر معانا في معانا فيديو عن النهارده بعنوان العمليات الخاصة الأردنية الكتيبة 71 جامدة فيديو عنها اشترك القناة واضغط لايك والله نبدأ الفيديو بدأنا الفيديو الكويت ده لعلم الأردن بمموق ومنتجع مدناء بالطيارات والاستعراض للكتيبة 71 القوات الخاصة الأردنية ودي قوات التدخل السريع والتدخل المدني عندنا بيعملوا تدريبات بس الأماكن دي مش يكون فيها ناس بيعملوا فيها تدريبات وكده بيشوفوا قواتهم العسكرية وجاهزيتهم لأي مهام شوف دي بيضرب ازاي بيضرب بالمسدس اهو شوف اهو القوات العربيات بص يعني من جوه العربيات لا من بره العمليات كمان من بره العربية عشان ايه يشوف قوات وكده اهو دي بيعمل قناص سنايبر M24 للطيارة دي كلها مداهمات للقوات الخاصة شوف بينزل كلب وهو معاه فوق الهليكوبتر دي عملية اقتحام يعمل عمليات وكده دي يكون الهليكوبتر مشارك معاه في العملية هليكوبتر شوف برضه سائقة السيارات لازم تكون مهتم بالجاهزية دي برضه كلها مداهمات دي العمليات الخاصة الأردنية شوف خبط الباب برجليه اهو من خرطوش بيكسر الباب عشان يخش يقتحم فيها اعداء ويكون مجرمين شوف بيسجل الحبل من فوق الطيارة عشان ايه يبدأ بقى ينزل بقى الناس عشان يروح شوف دي بيحط السلم العربية اللي يكون فيها سلم بالقائد بيطلع السلم يحطه وبيحطه على طول على الدرج على طول دي بيعمل منهمة اللي هو مثلا ايه حط خاصه جاي يعرف ازاي اللي هو يحميه وكده بيعرفنا ازاي بالتدريبات شوف ساكت العربيات عاملة ازاي مرة لعبة فخمة واو شوف اللفة عارفة ازاي جيش مرة قوي واسطوري خرافي دي الكتيبة الخاصة 71 شوف خوف الباب رجليه الباب راح كسر على طول شوف ده من الهمة عشان في عداء ولا كده دي حاطين بتاع الحيطة كده في واحد واقف أكيد في واحد واقف على طول شوف دي الطيارة برضو قلت كلها عاملة شوف العملية هتكون فيها جايبين طيارات وسيارات وقوات خاصة بيعمل تعمل في حد مثلا رئيس جاي ولا حد مهم في الدولة أو ملك أو أمير يعرف ازاي هو يحميه والحاجات ديت يعرف ازاي يحميه شوف الكلب مسكه ازاي بس ليه تدريب الراجل دي لابس حاجة يتقاوم من عنده كل حاجة يتقاوم من عنده كل حاجة شوف اهو نيفا القوات تدريبات على نيفا لازم تكون فتم بالجاهزية شوف بيديه راح يسجل الباب على طول يعني ايه قوة مرة رهيبة شوف اكنه ايه برضه دي كلها تدريبات يعني بص اهو تدريبات وجاهزية شوف حاطين عناصر من العناصر الإرهابية شوف القوة على الميادين واو يعني ده كله ايه مش يكون ايه ضرب برضه حقيقي وكده يكون زمني مني مثلا في خاص ممكن يعمل في كل الاساليب دي التدريبات دي عملية اخلاء مدنيين على طائرة الركاب لو كانت مثلا مخطوفة ولا كده شوف الكلب حاطين فيه كاميرا جوبرو سجل كل حاجة زي مثلا عامل شوف الكلب تحت ازاي يبعت له الاشارة اللي هو يهجم بروح هاجم على طول من دون اشارة شوف الكلب يخش الاول الكلب يدخل الاول يمسك الضحية على طول شوفوا ايه بتاع العربيات ايه اللي بتعمل كل حاجة شوف برضو الهواء من فوق دي برضو الطيارة اللي تحت فوق كده شوف دي بقى ايه تدريبات برضو بالسكين شوف دي بيكونوا ايه اتنين على واحد شوفوا نطوا ازاي واو شوف برضو نط من حلقة مشعلة بالنيران حاجة دي مشعلة بالنيران في القوات خذوا فلوس اشتراك نصل الى 1000 مشترك طيب نصل اكبر عدد ومع السلامه.